الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم مع علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. مجلس الوزراء يؤكد وقوفه وتضامنه مع الروضان في مواجهة استجوابه. الموانئ والتأمينات تؤكدان نحترم حق النواب والجهات الرقابية. قانون تنظيم القضاء في محطة التشريعية. مطالبات إسقاط القروض بحملة جديدة. بعد تطبيق قرارات شؤون الإقامة، دعوة من الداخلية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية. فيما أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري تسلمه طلب استيضاح من وزير التجارة والصناعة خالد روضان بشأن المحاور الأول والثاني والخامس من الاستجواب المقدم له من النائبين مبارك الحجرف والحميد السباعي. أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وقوفه وتضامنه مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في الاستجواب المقدم له من النائبين الحميد السباعي ومبارك الحجرف. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك على إضافة الجهاز المركزي للمناقصات إلى عضوية اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال. حملت المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق الموانئ المسؤولية كاملة حول رده على السؤال البرلماني للنائب رياض العدساني. جاء ذلك في بيان من مكتب وزير التجارة والصناعة خالد روضان، تم خلالها التأكيد على الاحترام الكامل لحق النائب في تقديم ما يريده من أسئلة برلمانية والالتزام بالتعامل معها والرد عليها وفق ما قرره الدستور. وأضاف البيان: نؤكد على ما أن ما ورد في البيان مسؤولية الصندوق وحده ولا يمثل وجهة نظر المؤسسة العامة للموانئ أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ما زالت منظورة أمام القضاء بما يستوجبه الانتظار لحكم قضائنا العادل، مع التأكيد على الالتزام بأي حكم يصدر بشأنه. من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد محافظا لمحافظة حولي، والشيخ فواز الحمد محافظا لمحافظة الأحمدي، والشيخ طلال الأحمد محافظا للعاصمة، والشيخ فيصل المالك محافظا للفروانية، وناصر الحجرف محافظا للجهراء، ومحمود بوشهري محافظا لمحافظة مبارك الكبير. في مقر إقامته بالعاصمة المغربية الرباط، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي على هامش اجتماعات الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وتناول اللقاء أهم القضايا والملفات التي ستبحث فيها المؤتمر وسبل تنسيق المواقف إزاءها بما يصب بمصلحة الدول الإسلامية. كما بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البرلمانين الكويتي والعراقي.
أكد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أهمية تجهيز الجيش الكويتي وتسليحه بالمعدات العسكرية والتدرب عليها في قواته الثلاث، بما يسهم في تطويره لمواكبة التقدم والتطور الذي وصلت إليه الجيوش في العالم. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش عقب اجتماع الشيخ ناصر بقيادي وزارة الدفاع لمناقشة الخطط المستقبلية واستراتيجيات التسليح والصيانة للجيش. في مجلس الأمة وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأغلبية أعضائها على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عسكر العنزي، فيما رفضت بإجماع الأعضاء طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري. وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبول إن اللجنة ناقشت مشروع قانون وثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم واستقلالية القضاء ومخاصمة القضاء، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء. كان هناك طلبين لرفع الحصانة عن نائبين، الطلب الأول عن النائب الفاضل عسكر العنزي، وبأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين تم التصويت على الموافقة على رفع الحصانة. والطلب الثاني كان بطلب النيابة رفع الحصانة عن العضو الفاضل شعيب المويزري، وصوت اللجنة بإجماع حضورها برفع طلب رفع الحصانة. هذا في الموضوع البند الأول. البند الثاني كان رأت اللجنة في موضوع من اختصاصه، وهو قضية تنظيم القضاء فيما يخص استقلالية ومخاصمة القضاء. ناقشت اللجنة مشروع القانون وسمعنا إلى ملاحظات النيابة وملاحظات وزارة العدل على مشروع القانون، وكان هناك استفسارات من بعض الأخوة النواب على أن نراجع في الاجتماع القادم في هذا الأمر، نراجع الموضوع مرة أخرى وننظر نحن في اللجنة أيضا في فحوى ومحتوى الاقتراحات بقوانين المقدمة من السادة النواب بشأن تنظيم القضاء واستقلالية ومخاصمة القضاء. أعلن النائب فيصل الكندري عن تقديمه بلاغ إلى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في جميع تعاملاته وذمته المالية. وقال الكندري إن واجبه الوطني يحتم عليها الوقوف في وجه جميع الشبهات التي طالت نواب الدائرة الخامسة بخصوص الإيداعات المليونية التي أعلن عنها النائب رياض العدساني مؤخرا، وتورط فيها بعض نواب الدائرة حسب قوله. الكل تابع خلال الأيام الماضية ما صرح به الزميل الأخ رياض العدساني عن تضخم حسابات بنكية لنواب حاليين بإيداعات مليونية جديدة، حددهم في الدائرة الرابعة والخامسة. وأنا مانتن أشكره على اجتهاده في ممارسة الدور الرقابي وأشد على يده. وكمواطن قبل لا أكون عضو مجلس أمة يحتم علي واجبي الوطني أن أقف وقفة حق أمام كل الشبهات التي طالت نواب الدائرة الخامسة بشكل خاص أو باقي الدوائر بشكل عام، وأن أتخذ موقف مما أثاره الزميل الأخ رياض العدساني. فبرا بقسمي وإبراء للذمة المالية كوني أحد نواب الدائرة الخامسة والذين أصبحوا في دائرة الشبهة والشك واتهام وتأويل، ولثقتي بنفسي وألزم ما على الإنسان سمعته، ولأن بفضل الله سبحانه وتعالى ما عندي شيء أخشه، تقدمت بالأمس ببلاغ إلى سعادة النائب العام للتحقيق بكافة تعاملاتي وحساباتي البنكية، وكذلك
تقدمت ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد لفحص الذمة المالية، وطلبت وأكد وطلبت الإعلان عن نتائج التحقيق. فيما لا تزال حملة إسقاط القروض مستمرة، ها هي حملة أخرى طرحها ناشطون على الساحة ضد ما يرون أنها فوائد فاحشة تترتب على المبالغ المالية المستبدلة باستقطاعات من معاشات المتقاعدين. الحملة بدأت اليوم من خلال تجمع عدد من المتقاعدين يتقدمهم المحامي يوسف الغربلي في فرع التأمينات الاجتماعية بجنوب السرة، مطالبين بإصدار شهادات تفصيلية بما تبقى من أصل المبالغ المستبدلة للمتقاعدين وما ترتب عليها من فوائد. وقال المحامي يوسف الغربلي إنه حصل على حكم قضائي يؤكد عدم أحقية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك الفوائد. في المقابل تقدمت موظفات في المؤسسة بشكوى في مخفر الزهراء ضد بعض المتجمهرين بدعوى الاعتداء عليهن باللفظ والتهديد. التأمينات الاجتماعية وطلبنا كتاب رسمي يثبت ان احنا ماخذين قرض، كم خذينا القرض، كم الارباح، كم الاقساط، وكم بقى علينا. الاخت المديره المسؤوله في جنوب السره رفضت وقالت حق البنات لا تطلعوا لهم اوراق. راح شنو؟ طبعا ما عندها صح. شنو قالت سوت؟ راح يقاضينا، يقاضوننا. صحيح. فهذا اثبات ان في شيء شغله غلط في التأمينات الاجتماعيه. والحين طلعين لنا ورقة تقول لي في ورقة تاخذها من المحاسبة داخل بخط اليد، كم خذيته وكم عطوكم؟ قلت لها شلون خط اليد؟ تقول احنا ما نعطيكم ورقة مطبوعة رسمية، فمنعت الورقة حتى من البنات ان اطلع ورقة رسمية او 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 حتى بخط اليد، هذا اثبات لشيء موجود عندهم خطأ احنا ما ندري شنو هو. فلذلك انا حبيت انوه للاخوان اللي جايين ياخذون ورقة تثبت انه ماخذ قرض وكم عليه وكم بقى، هني التأمينات ما تعطيك الورقة هذه، يعني في مشكلة. وأرد عليكم مرة ثانية يا أخوان، التأمينات الاجتماعية في حكم أو في الفتوى التشريع أن اللي قاعد يأخذونه من قروض هو ربا فاحش. هذه رسالة لازم توصل حق أهل الكويت أن التأمينات الاجتماعية قاعد تأخذ ربا منكم 10,000 20,000 أو أقل شوي. ما في داعي تدافعين عن المسؤولين. ما قاعدة دافع. والله دافعين عن المسؤولين. لا تدافعين عن المسؤولين. إذا تبين عشان الرتبة زيادة دافع عنها. تحت عنوان فكرة لكويت جديدة، أقام مرشح الدائرة الثالثة فواز المخلد ندوته الانتخابية للانتخابات التكميلية 2019. وأشار المخلد إلى أنه سيحمل على عاتقه ملفين يعنيان بمكافحة الفساد. الأول هو تطوير النظام التعليمي في الكويت إضافة إلى تحسين بيئة المرفق القضائي. وسط حضور جماهيري لافت قام مرشح الدائرة الثالثة فواز المخلد ندوته الانتخابية التي حملت عنوان فكرة لكويت جديدة. وأكد المخلد أنه سيحمل على عاتقه ملفين للمرحلة المقبلة. الأول هو الملف التعليمي، حيث دعا إلى تغيير النظام التعليمي الحالي وتطويره كونه الملف الرئيسي المعني بمحاربة الفساد. هي مدخل رئيسي لإصلاح الفساد وهي قضية التعليم. تعليمنا السيء ما راح نقبل في هذا الوقت. ميزانية دولة الكويت تكلفها أكثر من 2 مليار دينار كويتي سنويا، يطلع تكلفة الطالب 5200. أردى أنواع المدرسين قاعد يبونهم لنا، أردى المباني موجودة عندنا. طالب عمره 7 سنين 8 سنين استشينته معاه، تعال شوفوا المحاكم قضايا الأحداث يسمونها وزارة التربية والتعليم. احنا عندنا ترى تعليم، ما عندنا وزارة التربية. أنا بعطيكم أمثلة بدت بالتعليم ونجحت. السويد، فنلندا، النرويج، دول هذه كلها دول حروب أهلية كانت عندها 60 لغة و60 مذهب. ازرع لي جيل جديد ونظيف في قيم، في أخلاق، في عيب، في علم، في إبداع، في ثقافة، والله أن الكويت تعدل. المرشح فواز المخلد أشار إلى أن الملف الثاني الذي سيحمله في حال نجاحه هو تحسين بيئة المرفق القضائي، مؤكدا أنه من غير المقبول انتظار سنوات من أجل حصول مواطن على حكم قضائي.
الفساد دخل في القطاع الخاص، واللي معور قلب الحين الفساد دخل في القيم والأخلاق. أي دولة تشوفونها في العالم متطورة تستند على أمرين في وجهة نظري: تعليم جيد ونظام تعليمي جيد وعدل. إذا هذول الاثنين موجودين الكويت بخير. وايد ناس يسألوني فواز ليش نازل انتخابات؟ أنا نازل لأني مؤمن بأن الفلوس إذا راحت راح ترجع، والممتلكات إذا راحت هم راح ترجع، لكن إذا القيم راحت شي رجعها؟ أنا نازل لأني لا أملك إلا المحاولة والمحاولة والمحاولة، وكل ثقة فيكم إنكم راح تختارون الأفضل، راح تختارون الأصلح، راح تختارون الشخص اللي ما يأثر انتماء أهل حزبي على قراره داخل مجلس العمال. فواز المخلد أكد في ختام ندوته أن نزوله لهذه الانتخابات التكميلية جاء لأنه لا يملك إلا النزول لمحاولة تغيير الأوضاع للأحسن في البلد، داعيا إلى عدم الاستماع إلى الإشاعات التي ستنتشر خلال الأيام القليلة المقبلة. إن شاء الله موفق بالتوفيق. دعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبد القادر الشعبان المواطنين والمقيمين في البلاد للاستفادة من خدمات الأونلاين التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات عبر بوابة موقع وزارة الداخلية الرسمي. دعوة الشعبان وجهها خلال جولة قام بها على إدارات شؤون الإقامة بجميع المحافظات للوقوف على سير إجراءات تجديد وإصدار الإقامة ومتابعة تطبيق القرار الجديد الخاص بإلغاء وضع ملصق الإقامة على جواز سفر الأجانب. تعافي مؤشر البورصة، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج توزيع أرباح النقدية على المساهمين بمقدار 10 فلوس عن السهم الواحد للعام المالي المنتهي في 2018. في كلمة خلال اجتماع الجمعية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 75.40%، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم إن البنك استطاع خلال العام الماضي تحقيق نتائج مالية قوية إلى جانب تطوير خدمات العملاء. كل سنة عند توزيع 10 فلوس، يعني دبل ديجيت جروث بالنت بروفيت ودبل ديجيت بالتوزيع. و our loans have reached 4.2 billion KD. الـ capital adequacy ratio above المطلوب علينا، واحنا عندنا A rating من كل الـ credit rating agencies العالميه. So يعني هذا مو بس us saying it لكم انتم، هذول الشركات العالميه هم يو قعدوا مع الاداره وشافوا الحسابات مالتنا وقالوا we're an A rating. So الحمد لله يعني we're reinforced مع كل هذول الشركات العالمية. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 0.18 نقطة، حيث بلغت كميات تداول المؤشر 147 مليون و700 ألف سهم بقيمة نقدية بلغت 29 مليون دينار، تمت عبر 5119 صفقة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.13 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5.17 نقطة. مشاركة دولية لافتة في بطولة القوارب، تابعونا بعد قليل في الصفحة الرياضية.
أهلا بكم من جديد. على مدى 3 أيام متتالية من المنافسات المثيرة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، اختتم النادي الكويتي للرماية فعاليات النسخة الثانوية أو السنوية لبطولة الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح للرماية، والتي شهدت مشاركة كافة الرماة من النادي والاتحادات العسكرية. وشملت البطولة على مسابقات الرماية الأولمبية في أسلحتي البندقية والمسدس والقوس والسهام لفئات الرجال والسيدات. وفي ختام فعالياتها توج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل فئة من فئات البطولة. تشرفت الحقيقة الصراحة في تمثيل الوالد الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح في هذه البطولة، وسعدت بإتاحة الفرصة لي لالتقاء أخواني وأخواتي الرماة، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أني أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الكويتي للرماية المتمثل بالمهندس دعيج العتيبي وجميع القائمين على هذه البطولة. نادي الرماية الكويتي من تأسيسه أيام الأخ الفاضل رئيس الشرف لنادي الرماية معالي الشيخ سلمان صباح السلام محمود الصباح وإخواني أعضاء مجلس إدارة سواء السابقين أو الحاليين، نعتز جميعا بتنظيم بطولة سنوية تحمل اسم رجالات الكويت الداعمين لرياضة الرماية، والشيخ جابر عبد الله من أهم الشخصيات اللي دعمت رياضة الرماية من تأسيسها. والشيخ جابر عبد الله يعني كان يدعمها من أيام كان محافظ في مدينة الأحمدي في بداياتها الأولى، واستمر في دعم رياضة الرماية حتى وصلت إلى مستويات عالمية. ونادي الرماية يتشرف بتنظيم هذه البطولة السنوية، ونعتز في مشاركة أخواننا وأبنائنا وبناتنا الرماة اللي يشاركون في هذه البطولة اللي تحمل اسم عزيز على قلوبنا. ونتمنى إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يمد في عمر الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح ويعطيه الصحة والعافية. أزل ستاره على فعاليات بطولة الكويت الدولية 12 للقوارب الشراعية التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي خلال الفترة من 6 حتى 9 من شهر مارس الجاري، والتي شهدت أكبر مشاركة دولية عربية خليجية في بطولات الشراع في الكويت. وعلى صعيد النتائج، وفي فئة الأوبتيميست العام حصلت ماليكا بولومي من إيطاليا على المركز الأول، أما فئة الأوبتيميست للصغار فجاءت البحرينية ملك دعيج الدوسري بالمركز الأول، في حين جاءت نتائج فئة الأوبتيميست للبنات عن تحقيق ماليكا بولومي من إيطاليا المركز الأول. أما فئة الليزر 4.7 فقد حصل العماني البراء النوفلي على المركز الأول، وتم تكريم البحرينية ملك الدوسري كأصغر لاعب في البطولة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. يسعد لمساكم مشاهدينا في نشرتنا الجوية لهذا المساء. الرياح الشمالية الغربية مستمرة معانا اليوم وباكر على أن يعود الهواء الكوس مجددا ويكون نشط أحيانا. اعتدال في درجات الحرارة تستمر معانا خلال فترة الظهر ولكنها تكون بشكل دافي أكثر. ننتقل الحين مشاهدين إلى الصغرى المتوقعة الليلة. في مدينة الكويت 17 درجة مئوية، شمالا وجنوبا في مزارع العبدلي والوفرة 12 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 13 درجة مئوية، في منطقة السالم 10 درجات مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 16 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام مشاهدينا الليلة بإذن الله راح تكون باردة نسبيا. الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. حالة البحر الليلة مشاهدينا جدا مناسبة إنكم تمارسون أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 1 إلى 3 قدم،
والتيارات المائية ضمن فترة الفساد. الحين مشاهدينا ننتقل إلى الطقس المتوقع باكر. العظمى في مدينة الكويت 26 درجة مئوية، كذلك في مدينة الجهرة 26 درجة مئوية، شمالا وجنوبا في مزارع العبديلي والوفرة 25 درجة مئوية، في منطقة السالمي وبالنسبة إلى الجزر 24 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام باكر بإذن الله راح تكون دافية نسبيا. الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر باكر كذلك مشاهدينا راح تكون جدا مناسبة إنكم تمارسون أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 1 إلى 4 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الفساد. الحين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقيت الصلاة.